انه متخيل انه انت هتعمله شغل يطرقع برضو كده في الفتره اللي جايه برضو ولا حاجة هي خبطه وخلاص يعني بتاع ربنا. هو سبحان الله ربنا جعل القبول في حاجات زي كده فربنا كرم هنشتغل على كده. انا شفت لك فيديو كنت فارد قلوعك قوي عم وانت قاعد مقلق كده دلوقتي فين ايه ده في لما كان قاعد على الكرسي في احد اللقاءات التلفزيونيه. لا ما كانش لقاء صحفي ولا تلفزيوني كان منه لنفسه. لا اصل انا بصراحه يعني بتفرج على حضرتك في التلفزيون فمش مصدق ان انا قاعد مع حضرتك يا عم. الله يكرمك انت شكلك بتعممني يا عم والله شكله بيعممني. والله انا في لقاء شفته من النوع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. حضرتك بتتكلم مثلا ان في حاجات التعليميه وكده في مثلا انا واحد من الناس ممكن اخش على اليوتيوب اتفرج على حاجه تعليميه خلصت اخش مثلا عايز افك عن نفسي شويه اتفرج على حاجه زي كده. الخمسة مليون مثلا اللي شافوا الكليب عندنا ممكن هم نفس العدد اللي شاف البرامج التعليميه. ما هو خلص هنا وعايز يشوف هنا شوف هنا فانت بتقول مفيش حد يلغي التاني يعني مش كده قصدي. هو يعني انا مثلا ما عملتش حاجه ما غطيتش على كل. لا ما هو اللي اتفرج هنا نفس اللي اتفرج هنا نفس اللي اتفرج هنا. هو كان في ذكاء منك في فكره مين شيماء وان الزمن قصير. هشام الزمن قصير دي بتاعت الاوديو الاوديو لو بس ده كان عنصر هنشوف هنشوف لما تدخل امتحان النقابه تعمل ايه بقى باذن الله. ما حضرتك هتقف جنبي بقى. لا تقف جنبي ايه يا عم ماليش دعوه. لا ماليش دعوه انا شاكر ما اعرفش حد ولا اللجان اللي موجوده هناك. لا لا باذن الله اتمنى لك التوفيق في اي حاجه تعملها يعني سواء كنت لقيت شيماء او بتدور على حاجه ثانيه. هندور عليها هنا في الاستوديو ان شاء الله. نورتوني. شكرا جزيلا نورتوني النهارده. شكرا جزيلا. هي حلقه عاديه حلقة بتكلم فيه او بنتكلم في الاستوديو في اللي حضراتكم بتتكلموا فيه في البيوت في الامور العادية جدا جدا جدا. بالمناسبة